الزراوي يا ابو هبه. ابو هبه لوبت بريكلوتشيني. توتشينا. طالما بنعملوا حساب كل حاجه او فاهمين دماغ الناس وكله بيطلع راضي ومبسوط يبقى تمام التمام وميت فل والمصلحه بتكفي نفسيها او تكسب. اتليتشنا اتليتشنا probably probably we're looking forward to expand our arms operations in Egypt. I know there are no official wars between countries, but they have demand more weaponry. We need to expand. You're not taking enough, Abu Haba. You've got to change the type of weapons you are taking from us. Why don't you ask for heavy artillery like cannons? لأن زبايني من الصعيد أو دول سلاحهم معروف آلي يا إما ناس تانية عاوزة تأمن نفسيها أو دول برضك سلاحهم معروف. لكن السلاح التقيل ما عنديش ليه زبون، تجار مخدرات أو متطرفين، ودول ملهمش أمان. You know, your brother Hakam and his son Khalaf already took some heavy arms before. خلاص خلي السلاح التقيل لكين وخلينا انا في اللي بعرفه. ساديس صبراني شوني كونشنس. ساديس السنة الوحيدة اللي كنت فيها المسؤول الوحيد عن بيع السلاح في مصر قدرت اخلي بيع السلاح سهل قوي غير السنين اللي فاتت. انت تتكلم عن نفسك بس، مالكش دعوه بالسنين اللي فاتت. انا الحقيقه يا جماعه مش قصدي اضايقكم خالص على الاطلاق، بس الحقيقه برضو يا ابو هيبه ان انا في السنه اللي فاتت دي بعت 5 أضعاف اللي انت قدرت تبيعه يا ابو هيبه، ومش عايز اضايقك برضو. The arms market size in the Middle East, according to our statistics in the past 10 years, is around 70%. Egypt alone amounts 39. The statistics says that steady increase, but it's marginal and slow, especially when there are a lot of indications of more conflicts. And not only in Egypt, whole the region. But a separate notice. I don't want to see any weapon coming in from Libya, Sudan or Gaza. It kills our business. Это правильно. Но нам не надо забыть об опытом Абу Хеба. Честность и стабильность уровень оружия в мире. Да. Но Кин. Кин увеличил свои продажи от 10 до 30% в Египте. Кроме того, мы никогда не сможем завести тяжелую артиллерию через египетскую службу безопасности. Очевидно, нам нужны они оба, Абу Хаба и Кин. Так что, решено?
подумаем. أبو هيبة، أبو هيبة، لو فاكر نفسك حاجة تبقى تعبان، طلعت ولا نزلت مالكش عازة يا جامد. هتشوف بكرة اللي ملوهش عازة ده هيعمل فيك إيه يا أبو هيبة؟ حسابك كبير جواكين، واني هحاسبك عليه كله على بعضيه. صعب يا ابو هيبه، صعب. اصل انا ماليش ملكة يا ابو هيبه، لا ليا عزوه اخاف عليها، ولا ليا ارض، ولا ليا وطن. لو فكر العزوه ملكه تبقى غلطان. عزوه ابو هيبه هيبه. هو انت ما عرفتش ان اخوك جاي لغايه عندي وعايز يشتغل معايا؟ يا فرحتك بعزوتك يا ابو هيبه. بقول لك ايه، ما تسيب تجاره السلاح دي واشتغل في اي حاجه تانية. اشتغل خاطبه مثلا. انا هوريك شغل الحريم اللي انت منيهم. فرق بيني وبينك انك اعمى، ما بتشوفش غير اللي معاه التمن، لكن انا عندي قانوني. الشمال مالوش قانون يا ابويا. الشمال لو اتساب هتولع. هتولع ده كل لما تولع نشتغل اكتر يا ابو هيبه. تجاره تجاره يا ابو هيبه، والتجاره شطاره. ما هي لو البلد تهمك كنت هتخاف عليها. بطل الوهم اللي انت فيه ده يا ابو هيبه. اللي يبيع ما يخافش، واللي يخاف. اقول لك يا ابو هيبه، انا لو منك تروح تعمل جمعيه خيريه كده تحل فيها مشاكل الصعب. وانا لو منيك افتح سيرك والم فيه تعابين ونسانيس واعمل بيهم نمره. لسه مناخيرك فوق، لسه. فاكر ان انتوا ناس واحنا ناس، عرب واحنا ملناش جذور. مش كل القديم اثر يا فالسو، ومش كل الجذور ليها نسب. انا هقفل عليك وامنعك تغرقنا بشر اعمالك. وانا هفضل وراك يا ابو هيبه لغايه لما احط في كل ايد سلاح. اللي هتديله سلاح هاخده مني واضربك بيه. بتحلم وعايز تنسى انك تاجر سلاح زي احلم؟ ايوه، لكن انسى؟ لا، اللي جرب الموت ما ينساش التعبان اللي لدغ. واني ما بنساش، اكين ما بنساش.